خلينا نروح مع حضراتكم لخبر جديد خاص بالزراعة. دعم كبير لقطاع الزراعة من الرئيس وتنفيذ 281 مشروعا بتكلفة 26 مليار جنيه. أكد السيد القصير وزير الزراعة وتصحيح الأراضي أن القطاع الزراعي شهد نهضة غير مسبوقة خلال الستة سنوات السابقة لم تشهدها مصر منذ عقود طويلة، حيث تمكنت وزارة الزراعة خلال تلك الفترة من تنفيذ 281 مشروعا بمبالغ تفوق تكلفتها 26 مليار جنيه، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر الكورونا عبر تقنية زوم. وأكد وزير الزراعة أن الاقتصاد المصري وأثبت خلال عملية النمو الكبيرة التي خضع لها خلال السنوات الأخيرة أنه اقتصاد إنتاجي وتنموي ويستهدف تحقيق التنمية المستدامة وليس اقتصاد ريعي، وذلك بسبب المشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة في كل القطاعات. تعقيبا على هذا الخبر معنا على الهاتف الكاتب الصحفي استاذ متولي سالم. برحب بك استاذ متولي، اهلا بحضرتك معنا. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ متولي. يعني طبعا قطاع الزراعه الحقيقه ان هو شهد خلال الست سنوات الماضيه طفره كبيره لم تشهدها مصر من قبل، وخصوصا في ظل تحديات فيروس كورونا وانتشار هذا الفيروس في مصر. ماذا عن فكره هذا المؤتمر اللي بيتناول الحديث عن هذا الامر، وايه هي كمان اهم المحاور اللي بيناقشها المؤتمر يا فندم؟ طبعا مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر الكورونا بيناقش التحديات اللي بتواجهها الزراعة في ظل الإجراءات الاحترازية اللي بتقوم بها الدولة. نعم. طبعا من ناحية التباعد الاجتماعي، من ناحية إجراءات المواصلات، من ناحية التعامل مع المنتجات، من ناحية التعبير عن كل الأفكار أو توارد الأفكار سواء من على مستوى المنتج أو على مستوى القيادة السياسية أو على مستوى الأجهزة التنفيذية في الوزارات المعنية. نعم. طبعا ده دفعنا أساسا أن احنا نفكر خارج الصندوق، وده اللي خلاه أول مؤتمر على مستوى جمهورية مصر العربية معني بالشأن الزراعي بيقول إيه الإجراءات اللي يتم اتخاذها بشأن تحديث القطاع الزراعي في ظل هذه الجائحة التي تشكل تهديد للأمن الغذائي المصري. طبعا ده خلانا نتواصل مع كل القطاعات اللي أول مرة مؤتمر يناقش كل التحديات اللي تواجه الزراعة سواء كان تصدير أو استيراد أو توفير مستلزمات إنتاج أو مشاكل نقل أو مشاكل تسويق على كافة المستويات سواء المستوى الحقلي أو على مستوى المزارع أو على مستوى الإيه وزارة الزراعة والوزارات المعنية. ده كله دفعنا إن احنا أصلا الكلمة الجميلة من معالي وزير الزراعة اللي هو أكد فيها احنا مش عاوزين مؤتمر يكون مجرد كلام، ولكن احنا عاوزين مؤتمر ينتهي إلى توصيات الدولة اوريدي عندها إرادة سياسية عشان تنفذ هذه التوصيات. صحيح. الكلام ده بيخلينا احنا كنا حريصين على ان احنا لاول مره لاول مؤتمر ان هو يناقش على الهواء لمده 9 ساعات متواصله يوميا عشان نوصل لهذه التوصيات. دي اهم وابرز ملامح المؤتمر. كان في اليوم الاول ناقشنا عن تحديات الانتاج الحيواني والانتاج التجاني، وقلنا المشاكل تواجه برضه الانتاج السمكي وهي التوصيات اللازمه للنهوض بهذه القطاعات الثلاثه اللي هي بتشكل حوالي 30% من الانتاج الغذائي المصري. طبعا بعد كده هننتقل للانتاج النباتي النهارده والصادرات الزراعيه هنناقشها النهارده في 3 جلسات. وبرضه بنعيد التاكيد على ان المؤتمر اصلا متاح للناس كلها من كافه المناطق والاتجاهات والفئات عشان يبصوا على المؤتمر، لانه بيكون كل يوم لايف من الساعه 11 لغايه الساعه 7 مساء. طب يا فندم اللي حابب يتواصل او يتفاعل مع حضراتكم ده يتم ازاي؟ هو الدخول على المنصه اللي هي www.show.agritoday.com هي دي البث المباشر، ويقدر يبعث رساله في نفس التوقيت للمتحدثين، والمتحدثين برضو خلال الجلسه على هذه الايه الشكاوى او الملاحظات. نعم، بنشكر حضرتك جزيلا الكاتب الصحفي استاذ متولي سالم على توضيح يعني اهم المحاور اللي بيتناولها هذا المؤتمر الخاص باهم المشروعات اللي تم تنفيذها طبعا خلال الفتره الماضيه في ظل تحديات فيروس كورونا، خصوصا ان القطاع الزراعي يعتبر من القطاعات الهامه جدا في مصر ومن القطاعات اللي قدرت فعلا انها تكون صامده في ظل هذه الازمه الكبيره.